بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة دمياط وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مستهل لقاءاتنا في الفصل الدراسي الثاني لتدريس مكرر نبات تأسيم. وبداية أهنئكم ببداية الفصل الدراسي الثاني، فكل عام وأنتم بخير، وأدعو الله عز وجل أن يجعله فصلا دراسيا موفقا لنا ولكم ولجميع طلاب العلم، كما أدعو الله عز وجل أن يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح خلال هذا الفصل الدراسي. وفي بداية لقاءتنا وفي الجزء الأول من المحاضرة الأولى سوف نقوم بعرض مقدمة عن علم تقسيم النبات بأسلوب بسيط لكي تكون مدخل يستطيع الطالب من خلاله الإلمام بأهم الموضوعات التي سنتناولها بالشرح خلال هذا الفصل الدراسي الثاني في مقرر تقسيم نبات. وسأحاول جاهدا وبقدر ما يوفقني الله عز وجل شرح وتوضيح المعلومات بأسلوب بسيط وميسر يسهل على الطالب الإلمام بأهم المعلومات والمصطلحات التي سوف نتناولها بالشرح في هذه المحاضرة والمحاضرات التالية بناء على فهم. وإن شاء الله بإذن الله نبدأ بفعالية مع بعض في هذا الفصل الدراسي. وزي ما تعودت معكم إن أنا بقوم بشرح المعلومات شرح تفصيلي وافي بقدر استطاعتي، ثم في النهاية بقوم بتحديد الأجزاء اللي مطلوب منك تعرفها، اللي هي ما ينفعش إن أنا أقولها لك على طول وأسيبك كده إن أنت تقراها أو تذاكرها، لأنك في الحالة دي هتميل للحفظ بدون فهم لأن ما تشرحتلكش. فهنشرح والتفصيل عشان نوضح، وفي النهاية نقوم بتحديد النقاط المطلوب منك ان انت تعرفها في هذه المحاضرة. وهنقوم بعمل مراجعة على كل محاضرة بناخدها من خلال طرح اسئلة متنوعة بتغطي اهم النقاط في المحاضرة، وده بهدف تدريبك على التعامل مع الانماط المختلفة من الاسئلة، وتقدر ان انت تجاوب على اي سؤال يوجه ليك فيما قمت بدراسته في هذا المقرر، بالاضافة الى انه بيساعدك على المذاكرة ويعتبر مذاكرة بطريقة غير مباشرة في نفس الوقت، لأنك بتعرف من خلال المراجعة النقاط الهامة اللي احنا بنركز عليها في المحاضرة واللي المطلوب ان انت تعرفها. نبدأ ونتوكل على الله. فبنقول ان علم تقسيم النبات هو احد الفروع الرئيسية لعلم النبات العام اللي هو الجنرال بوتاني، واصبح علم مستقل بذاته، ويختص هذا العلم بتقسيم الكائنات النباتية المعروفة التي تتبع المملكة النباتية إلى مجاميع أو وحدات تقسيمية متميزة، يعني لكل مجموعة منها صفات معينة بتميزها عن المجموعة الأخرى، ومتدرجة أي متدرجة من وحدات كبرى إلى وحدات أصغر فأصغر فأصغر، وذلك وفقا لنظام تقسيمي يقوم على أسس معينة حتى يسهل حصر كافة الكائنات النباتية المعروفة ووضعها في المجموعات التقسيمية التي تتفق مع صفتها، وبالتالي يسهل دراستها. الكلام بالشكل ده مش هيكون واضح بالنسبة لك، علشان كده عايزك تركز بقى في الشرح اللي انا هشرحه واللي هقوله باسلوب مبسط وعلى شكل حكاية بسيطة كده، علشان تقدر تعرف ايه هو علم تقسيم النبات، ونقدر نطلع بتعريف شامل وبسيط ومفهوم بالنسبة لك، ونعرف اهداف علم تقسيم النبات. نعلم جيدا ان اعداد الكائنات الحية التي تعيش على سطح كوكبنا اعداد مهولة جدا يصعب حصرها بشكل تام، ولذلك فان المعنيون بدراسة علوم الحياة وخاصة في مجال التقسيم والتطور فكروا في ايجاد حل لهذه المشكلة بان يقوموا بتقسيم الكائنات الحية الى مجموعات متميزة، تخلي الكائنات تبقى متميزة عن بعضها. ففي بداية محاولتهم قسموا الكائنات الحية الى مجموعتين كبيرتين هما المملكة النباتية والمملكة الحيوانية، وهذا التقسيم لم يتم عشوائيا وانما تم بناء على اسس معينة، هذه الاسس هي الصفات التي تستطيع بها التفريق بين الكائنات النباتية والكائنات الحيوانية، او بمعنى اخر الصفات اللي بتميز النباتات عن الحيوانات واللي بتميز الحيوانات عن النباتات، زي مثلا طريقة التغذية، النباتات ذاتية التغذية عن جهاز غذائها بنفسها، اما الحيوانات فهي متباينة التغذية. حاجة تانية الحركة، النباتات بتبقى ثابتة في مكانها اما الحيوانات بتكون متحركة وبتتحرك بحثا عن الغذاء والماء. الحاجة التالتة اسلوب المعيشة. الرابعة التركيب الخلوي، ففي فروق بين تركيب الخلية النباتية وتركيب الخلية الحيوانية، بحيث لو قابلك اي كائن
تقدر من خلال دراسة صفاته تعرف إذا كانت صفاته دي تتفق مع صفات الكائنات النباتية فيوضع في المملكة النباتية، أو بتتفق مع صفات الكائنات الحيوانية فيوضع في المملكة الحيوانية. إلا أن تقسيم الكائنات الحية إلى مملكتين، هما مملكة النبات ومملكة الحيوان، واجهوا كثير من الصعوبات، وكانت تتمثل بعض هذه الصعوبات من وجود كائنات بدائية وحيدة الخلية تجمع في صفتها بين بعض صفات النبات وبعض صفات الحيوان. فكان علماء النبات يضعوها في المملكة النباتية وعلماء الحيوان يضعوها في المملكة الحيوانية، وانتهى الأمر إلى فصل هذه الكائنات من كل من المملكة النباتية والمملكة الحيوانية ووضعها في مملكة مستقلة سميت بمملكة الطلائعية. وتبعا لذلك تغير مفهوم المملكة النباتية والمملكة الحيوانية، يعني عدد الكائنات أو المجموعات اللي تتبع المملكة النباتية قلت نتيجة فصل هذه الكائنات منها. ثم بعد ذلك باستمرار الدراسة وتعمقها وتطور أساليب البحث العلمي، وأيضا التطور اللي حصل في بعض العلوم زي الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية وتطور أساليب البحث العلمي بالإضافة إلى ظهور الميكروسكوب الإلكتروني، أدى ذلك إلى اكتشاف الكثير من الحقائق والمعلومات التي أكدت وجود اختلافات جوهرية واضحة بين بعض الكائنات البدائية زي البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة عن باقي الكائنات الحية. وده أدى إلى أن العلماء قاموا بفصل البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة اللي كانت توضع في المملكة النباتية ووضعها في مملكة مستقلة سميت بمملكة البدائيات، فأصبحت الكائنات الحية تقسم إلى 4 ممالك، هي مملكة البدائيات اللي بتضم البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة، ومملكة الطلائعيات اللي بيحطوا فيها الكائنات وحيدة الخلية حلقية النواة أو عديدة الخلايا التي تفتقر للتخصص الوظيفي، زي ما هنعرف بعد كده لما ندرس تطور مفهوم المملكة النباتية، وعندي مملكة النبات ومملكة الحيوان. وباستمرار الدراسة وازدياد المعلومات اتضح لعلماء التقسيم أن الفطريات التي كانت توضع حتى عهد قريب ضمن المملكة النباتية، يعني كانت قسم من أقسام المملكة النباتية، تختلف في معظم إن لم يكن كل صفاتها عن الكائنات الحية النباتية وأيضا عن الكائنات الحية الحيوانية، مما دعا بالعلماء إلى فصلها من المملكة النباتية ووضعها في مملكة مستقلة هي مملكة الفطريات. فأصبحت الكائنات الحية تبعا ذلك بتقسم إلى 5 ممالك، هي مملكة البدائيات ومملكة الطلائعيات ومملكة النبات ومملكة الحيوان ومملكة الفطريات. وتغير تبعا لذلك مفهوم المملكة النباتية تبعا للتغير الذي حدث في نظم تقسيم الكائنات الحية، بداية من نظام بيقسم الكائنات الحية إلى مملكتين هما مملكة النبات ومملكة الحيوان، إلى نظام بيقسم الكائنات الحية إلى 5 ممالك. ففي نظام تقسيم الكائنات الحية إلى مملكتين كانت المملكة النباتية بتضم النباتات الأولية اللي هي بتشمل البكتيريا والفيروسات والإكتسيا والطحالب الخضراء المزرقة والطحالب بأقسامها المختلفة اللي هي الطحالب الخضراء والطحالب العصوية أو الصفراء الذهبية والطحالب البنية والطحالب الحمراء والفطريات وأيضا الحزازيات والسرخسيات وعاليات البذور ومغطات البذور، ومغطات البذور بتعرف أيضا باسم النباتات الزهرية. لكن في نظم تقسيم الكائنات الحية إلى 5 ممالك تغير مفهوم المملكة النباتية وأصبحت تضم فقط الطحالب بأقسامها المختلفة والحزازيات وعاليات البذور ومغطات البذور والسرخسيات، لأن تم فصل البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة من المملكة النباتية وتم وضعهم في مملكة البدائيات، وفصلت أيضا الفطريات ووضعت في مملكة مستقلة هي مملكة الفطريات. ودي فكرة مختصرة عن تطور مفهوم المملكة النباتية تبعا للتغيرات اللي طرأت على نظم تقسيم الكائنات الحية، بداية من نظام بيقسم الكائنات الحية إلى مملكتين حتى نظام بيقسم الكائنات الحية إلى 5 ممالك، واللي هنتكلم عنه بشيء من التفصيل في المحاضرات التالية. لكن نعود مرة أخرى إلى بداية التقسيم، لما فكر علماء التقسيم والتطور إن هم يقسموا الكائنات الحية إلى مجموعات تقسيمية متميزة، فبدأوا بتقسيم الكائنات الحية بناء على أسس معينة إلى مجموعتين كبيرتين هما المملكة النباتية والمملكة الحيوانية، وده تم بناء على أسس معينة حتى نستطيع التمييز بين الكائنات النباتية والكائنات الحيوانية، وهذه الأسس هي طريقة التغذية، الحركة، طبيعة النمو، التركيب الخلوي، وأسلوب المعيشة،
وبعض الصفات الأخرى، بحيث من خلال هذه الصفات أقدر أحكم على أي كائن ممكن يقابلني أنه بينتمي للمملكة النباتية أو المملكة الحيوانية. بعد ذلك اشتغل كل فريق من العلماء في اتجاه تخصصه أو في مجال معين، فعلماء التقسيم في مجال علم الحيوان اشتغلوا في تقسيم المملكة الحيوانية، أما علماء تقسيم النبات فبدأوا يقسمهم الكائنات التابعة للمملكة النباتية إلى مجموعات تقسيمية متدرجة، أي تبدأ بوحدات كبرى ثم كل وحدة يقسموها لوحدات أصغر والأصغر يقسموها لوحدات أصغر وهكذا، وترتيب النباتات في المجموعات أو الوحدات التقسيمية المتدرجة والتي تتفق مع صفتها، بحيث يسهل حصر كافة الكائنات النباتية ووضعها في المجموعات التقسيمية التي تتفق مع صفتها، وبالتالي يسهل دراستها، كما يسهل أيضا التعرف على أي نبات ووضعه في المجموعات التقسيمية التي تتفق مع صفاته. نشوف الكلام ده عملوه ازاي علشان الأمور تتضح بالنسبة لنا أكتر. في البداية تم حصر الكائنات النباتية المعروفة ودراسة صفاتها باستفاضة من كافة النواحي المورفولوجية والتشريحية والفسيولوجية وأيضا طرق التكاثر ودورة الحياة والكلام ده كله، ولاحظوا أن الكائنات النباتية بتتميز لمجموعتين كبار على أساس بعض الصفات، ففي مجموعة منهم بتتميز بأن جسم الكائن الحي النباتي عبارة عن ثلث، وده من المصطلحات الهامة اللي احنا المفروض نعرفها ونتعلمها من خلال دراستنا لهذا المقرر. فماذا يعني ثالوث؟ بيعني ان جسم النبات لا يتميز الى جذور او سيقان او اوراق حقيقية ولا يحتوي على انسجة وعائية. يبقى ده مصطلح عرفناه من خلال الشرح اللي احنا بنشرحه. ثلث ده مصطلح بيطلق على النباتات اللي جسمها بيكون بسيط لا يتميز الى جذور او سيقان او اوراق حقيقية ولا يحتوي على انسجه وعيه. يبقى قلنا لاحظوا ان النباتات بتتميز الى مجموعتين كبيرتين، المجموعه الاولى بتتميز بان جسمها عباره عن ثالوث ولا تكون اجنه حقيقيه، والمجموعه الثانيه جسمها بيكون اكثر تعقيدا ويتميز الى جذور وسيقان واوراق حقيقيه كما يحتوي معظمها على انسجه وعيه، بالاضافه الى ذلك فان معظمها بل كلها بتكون اجنه حقيقيه. يبقى كده الكائنات النباتية ممكن تتميز لمجموعتين كبار، مجموعة جسمها عبارة عن ثالوث ولا تحتوي على أنسجة وعائية ولا تكون أجنة حقيقية، والمجموعة الثانية صفاتها عكسها تماما، إن جسمها بيتميز إلى جذور وسيقان وأوراق حقيقية ومعظمها بتحتوي على أنسجة وعائية وتكون أجنة حقيقية. فقالوا يبقى نقسم المملكة النباتية في البداية كده إلى مجموعتين تقسيميتين كبار، هما سب كينجدم ثلوفايتا أي تحت مملكة النباتات الثالوثية، والمجموعة الثانية اسمها سب كينجدم إمبريوفايتا يعني تحت مملكة النباتات ذات الأجنة. يبقى المملكة النباتية ككل اتقسمت لوحدتين تقسيميتين كبار هما السب كينجدم. السب كينجدم الأولاني هو ثلوفايتا والتاني امبريوفايت، وعرفنا الصفات المميزة لكل سب كينجدم من دول، وبالتالي لو انت قابلك اي نبات ممكن تحدد بداية هو ينتمي للنباتات الثالوثية ثلوفايتا ولا للنباتات الجنينية امبريوفايتا. نوضح الكلام ده بمثال تطبيقي قرب الصورة لذهنك اكثر. لاحظ هنا جايب لي فيها مجموعة من الصور، في صورتين هنا لطحلب السبايرو جيرا، كلكم طبعا عارفين طحلب السبايرو جيرا وعارفين ان هو طحلب خيطي، يعني جسمه بيكون عبارة عن خيط مكون من عدة خلايا والخلايا بتاعته كلها بتكون متشابهة في الشكل وفي التركيب وفي الوظيفة. وصورة تانية هنا على الشمال لنبات زهري، وطلب مني ان انسب كل نبات منهم اي طحلب السبايرو جيرا والنبات الزهري الى المجموعه التقسيميه اللي بينتمي ليها. طبعا احنا لسه ما كملناش باقي تقسيم المملكه النباتيه، احنا يا دوب قلنا اول خطوه في التقسيم اللي اتقسمت فيها المملكه النباتيه الى تحت مملكتين، هما تحت مملكه النباتات الثالوثيه وتحت مملكه نباتات ذات الاجنه، بس انا بديك مثال علشان اطبق لك على الكلام اللي قلته واوضح لك الصوره اكتر. فبالنظر لطحلب السبايرو جيرا بنلاحظ ان هو طحلب خيطي مكون من عدة
خلايا، خلاياه كلها متشابهة في الشكل وفي التركيب وأيضا في الوظيفة، يعني ما فيهوش تخصص، خلاياه كلها بتأدي نفس الوظائف وبتشتغل كأنها كائن مستقل. فالجسم هنا لا يتميز إلى جذور أو سيقان أو أوراق حقيقية، ودي من الصفات المميزة للنباتات الثلاثية، علاوة على أنه لا يوجد به أنسجة وعائية، ودي أيضا من صفات النباتات الثلاثية. طيب هل بيكون أجنة أم لا؟ لا، لا يكون أجنة. ليه؟ لأن برغم أن الطحلب بيتكاثر جنسيا إلا أنه لا يكون أجنة حقيقية. فعندما يتكاثر الطحلب جنسيا، إما أن يحدث تزاوج بين خليتين في نفس الخيط بتاع الطحلب وبنقول عليه اقتران جانبي، أو يحصل تزاوج أو اقتران بين خليتين متقابلتين في فردين متجاورين زي اللي موجود في الصورة عندي هنا اللي أنا بشاور عليه. هنا بتتكون بين الخليتين قناة تزاوجية، وعن طريقها بتنتقل محتويات إحدى الخلايا إلى الخلية الأخرى، اللي بتنقل بنعتبرها خلية مذكرة، واللي بتستقبل بنعتبرها خلية مؤنثة. طيب الطحلب ده خلايا احاديه الاساس الكروموزومي، يعني تعتبر هابلويد. فلما خليه تنقل محتوياتها للخليه الاخرى وتندمج معاها، يتكون زيجوت ثنائي الاساس الكروموزومي اللي هو عندي هنا. الزيجوت ده ثنائي الاساس الكروموزومي، ايه اللي بيحصل له؟ لو انقسم انقسامات ميتوزيه هيدي خلايا مشابهه ليه تكون ثنائيه الاساس الكروموزومي، وبنعتبرها جنين. لكن اللي بيحصل هنا في السبيروجيرا ان الزيجوت بعد ما بيكون بيحط نفسه بمقدار سميك لحد ما تصبح الظروف ملائمه، ثم عندما تتحسن الظروف ينقسم ميوزي مباشره، يعني انقسم انقسام اختزالي، فيعطي اربع خلايا احاديه الاساس الكروموزومي. كده هو ما كونش جنين. ثلاث خلايا منهم بيحصل لهم ضمور، وخلية واحدة بس زي ما انا شايف الرسمة امامي هي اللي بتبقى وتنقسم علشان تبدأ تكون الطحلب الجديد، وعلشان كده كل خلايا من خلايا الطحلب بيكون احادية الاساس الكروموزومي. يبقى هنا ما بيكونش اجنة حقيقية، فاجتمعت فيه الصفات اللي بتميز النباتات الثالوثية، وهي ان جسمه لا يتميز الى جذور او سيقان او اوراق حقيقية، لا يوجد به انسجة وعائية، لا يكون اجنة حقيقية، وبالتالي انسبه بقى في الحالة دي على طول الى النباتات الثالوثيه، يعني بيتبع سبقين قدام ثلوفيطه. اما الصوره الاخرى فهي النبات زهري، وزي ما احنا شايفين في الرسومات الموضوحه امامي ان جسم النبات بيتميز الى جذور وسيقان واوراق حقيقيه، واحنا درسنا النباتات الزهريه في الفصل الدراسي الاول وعرفنا ان هي نباتات وعائيه، يعني جسمها بيحتوي على انسجه وعائيه، ولما بتتكاثر بتكون ازهار بتحتوي على الاعضاء الجنسيه اللي هي الاصديه والقرابل، وعند حدوث التلقيح والإخصاب بتتكون أجنة حقيقية، وهي أكثر الأجنة تطورا، لأن الجنين بيتكون من محور جنيني ينتهي من أسفل بالجزير اللي هو بيكون مجموعة الجزري، ومن أعلى بالريشة اللي بيكون المجموع الخضري، يعني الجنين ده بيكون عبارة عن نبات كامل في حالة أولية. فكده لاحظنا أن النبات جسمه بيتميز إلى جذور وسيقان وأوراق حقيقية. حاجة تانية أن بيحتوي على أنسجة وعائية وبيكون أجنة حقيقية، يبقى هو بينتمي إلى تحت مملكة النباتات ذات الأجنة. أتمنى أن العملية كده تكون وضحت لكم. ننتقل بقى للخطوة التالية. فعلماء تقسيم النبات بعد ما قسموا الكائنات النباتية المعروفة إلى وحدتين تقسيميتين كبار، هما سبكينجدم ثلوفيتا اللي هي النباتات الثلوثية، وسبكينجدم إبيريوفيتا اللي هي تحت مملكة النباتات ذات الأجنة، وعرفنا أن كل وحدة تقسيمية منهم تضم النباتات اللي بتشترك في صفات رئيسية واحدة. فمثلا في تحت مملكة النباتات الثلوثية قلنا كلها بتشترك في ان جسم النبات عبارة عن ثالوث، وعرفنا الثالوث ايه هو، وبتشترك ايضا في انها لا تحتوي على انسجة وعائية ولا تكون اجنة حقيقية. لكن ده مش معناه ان كل النباتات التابعة لتحت مملكة الثالوثيات او حتى النباتات التابعة تحت مملكة النباتات ذات الاجنة بتكون متشابهة في كل صفاتها. فبرغم ان النباتات اللي موجودة في كل تحت مملكة بتشترك مع بعضها في صفات رئيسية واحدة، لكن بيوجد بينها اختلافات ايضا، وعلى أساس هذه الاختلافات قاموا بتقسيم كل تحت مملكة إلى وحدات تقسيمية أصغر، وهي الديفيجنز، إلى وحدات تقسيمية أصغر وهي الديفيجنز. إزاي؟ لاحظوا مثلا في النباتات الثالوثية برغم أن
هي تشترك في الثلاث صفات الرئيسيه اللي قلنا عليهم، الا ان في نباتات منها بتكون وحيده الخليه، جسم النبات عباره عن خليه واحده والنواه فيها بدائيه، يعني ملهاش غلاف نووي، كما ان الجهاز الوراثي في هذه الكائنات بيبقى عباره عن كروموسوم واحد فقط عاده علاوه على صفات اخرى. ولذلك اتفق العلماء على ان يقوموا بوضع هذه الكائنات في قسم واحد اطلق عليه اسم ديفيجن بروتوفايتا، اي قسم النباتات الاولية، وضم هذا القسم البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة. وعلى ذلك فان كل من البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة يرتبطان معا بدرجة قرابة اعلى من درجة القرابة اللي بيرتبطوا بها مع النباتات الثالوثية، فهم بيشتركوا مع النباتات الثالوثية في ان الجسم لا يتميز الى جذور او سيقان او اوراق حلقية، ولا يحتوي على انسجة وعائية، اي بيكون عبارة عن ثالوث. والثالوث هنا في البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة بيتكون عادة من خلية واحدة، باستثناء بعض الطحالب الخضراء المزرقة اللي بيكون جسمها عبارة عن مستعمرة او خيط بتتكون من بضع خلايا، بالاضافة الى انهم بيشتركوا مع النباتات الثالوثية في انهم لا يكونوا اجنة. لكن علاوة على كده البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة بيختلفوا عن باقي النباتات الثالوثية في بعض الصفات الاخرى اللي بتربطهم ببعض، وهي ان جسم كل منهم عادة بيتكون من خلية واحدة فقط، والجهاز الوراثي فيهم عبارة عن كروموسوم واحد، والنواة فيهم بتكون بدائية، والجدار الخلوي بيتكون اساسا من مادة البيبتيدو جلايكنز. وده اللي خلى علماء التقسيم والتطور يقولوا ان كل من البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة يرتبطان معا بدرجة قرابة اعلى من درجة القرابة التي تربطهم بباقي النباتات الثالوثية. وده ليه؟ لان الصفات المورفولوجية والتركيبية والتكاثرية ما هي إلا تعبير عن الصفات الوراثية، فكلما زاد التشابه في هذه الصفات كلما زادت درجة القرابة واتضح الأصل. لاحظ العلماء أيضا أن في مجموعة من الثالوثيات تختلف عن باقي النباتات الثالوثية في كثير من الصفات اللي بتجمعها وبتوضح أن في بينها درجة قرابة كبيرة، وهذه الصفات هي أن جسم الكائن إما أن يتكون من خلية واحدة أو من مدمج خلوي، أو بيكون عبارة عن ميسيليوم مقسم بجدر مستعرضة إلى عدة خلايا. الصفة الثانية أن الجدار الخلوي بيتكون أساسا من مادة الشيطين، يعني بتختلف عن النباتات الاولية اللي الجدار الخلوي فيها بيكون من بيبتيدو جلايكنز، وبتختلف عن باقي النباتات اللي الجدار الخلوي فيها بيتكون اساسا من السليلوز. بالاضافة لكده فهذه الكائنات بتكون خالية من الكلوروفيل، يعني غير ذاتية التغذية، لذلك اتفق العلماء على ان يضعوها في قسم مستقل سمي بقسم الفطريات ديفيجن مايكوفايتا او مايسيتا. اذا الفطريات هي من النباتات الثالوثية وفقا لهذا التقسيم، لان جسمها لا يتميز الى جذور او سيقان او اوراق حلقيه، ولا تحتوي على انسجه وعائيه، ولا تكون اجنه، لكن بتختلف عن باقي النباتات الثالوثية في كثير من الصفات، منها ان جسم الفطر اما ان يتكون من خلية واحدة او يكون عبارة عن مدمج خلوي او ميسيليوم، وان الجدار الخلوي يتكون اساسا من الشيطين وليس من السليلوز، علاوة على انها خالية من الكلوروفيل وبالتالي بتكون غير ذاتية التغذية. عشان كده وضعت في قسم مستقل عرف بقسم الفطريات ديفيجن مايكوفايتا او مايسيتا، اي ان الفطريات هي كائنات ثالوثية بترتبط بالنباتات الثالوثية بدرجة قرابة معينة، ولكنها ترتبط فيما بينها بدرجة قرابة أكثر مما ترتبط به بالنباتات الثالوثية. على فكرة قسم النباتات الأولية اللي هو الديفيجن بروتوفايتا اللي بيضم البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة، نلاحظ إن الصفات اللي جمعتهم مع بعض بتختلف تماما عن صفات الكائنات النباتية، وأيضا نفس الكلام يتقال على قسم الفطريات، الصفات اللي بتميزهم بتختلف عن الصفات الخاصة بالنباتات. وعلشان كده في نظم التقسيم الجديدة للكائنات الحية تم فصل قسم النباتات الأولية خصوصا البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة، ووضعها في مملكة مستقلة سميت بمملكة البدائيات، وأيضا تم فصل قسم الفطريات من المملكة النباتية ووضعه في مملكة مستقلة عرفت بمملكة الفطريات. وبالنسبة لباقي النباتات الثالوثية، ودي بتشمل الطحالب بأنواعها المختلفة، أعداد مهولة من الطحالب، وجد علماء التقسيم إن من الصعب جدا وضعهم في
قسم واحد نظرا لوجود اختلافات كثيرة بينهم من حيث شكل الجسم وتركيبه ودرجة تعقيده، ومن حيث درجة التكشف الخلوي والنسيجي ووجود تخصص بين الخلايا من عدمه، أيضا من حيث طريقة التكاثر أو طرق التكاثر ونوع الغذاء المخزن، وأيضا نوع الصبغة السائدة في الطحلب. فجميع الطحالب بتحتوي على صبغات البناء الضوئي اللي هي صبغات الكلوروفيل والكاروتونويدز، لكن كثير من الطحالب بيحتوي على صبغات أخرى، وقد تطغى إحدى هذه الصبغات على صبغات الكلوروفيل والكاروتونويدز فتكسب الطحلب لونا مميزا. وبناء على ذلك، أي بناء على هذه الاختلافات، تم تقسيم الطحالب إلى عدة أقسام، كل قسم منهم يضم الطحالب التي تتشابه مع بعضها في صفات معينة تميزها عن باقي الطحالب، أي يضم الطحالب اللي بترتبط مع بعضها بدرجة قرابة أكبر مما ترتبط به مع باقي الطحالب اللي موجودة في النباتات الثالوثية. فقسموا الطحالب إلى عدة أقسام، منها ديفيجن يوجلينوفايتا، قسم الطحالب اليوجلينية، ديفيجن كريزوفايتا اللي هو قسم الطحالب العصوية، ديفيجن رودوفايتا اللي هي الطحالب الحمراء، ديفيجن كلوروفايتا الطحالب الخضراء، ديفيجن فايوفايتا اللي هي الطحالب البنية. بكده يبقى هو قسم المملكة النباتية في البداية إلى وحدتين تقسيميتين كبيرتين، هما سبقين قدم سلوفايتا وسبقين قدم إمبريوفايتا، ووضع في كل سبقين قدم النباتات التي تشترك في صفات رئيسية معينة، أي تتشابه في صفات رئيسية معينة توضح إن في درجة قرابة بينها. فنجد إن في تحت مملكة النباتات الثالوثية وضع النباتات اللي هي بتتميز ببعض الصفات الرئيسية، مثل أن جسم النبات بيكون عبارة عن ثالوث وأنها لا تكون أجنة حقيقية. وعرفنا الثالوث ثلث بأنه اصطلاح يطلق على الجسم النباتي الذي لا يتميز إلى جذور أو سيقان أو أوراق حقيقية، لكن قد توجد أشباه لهذه الأعضاء مثل أشباه الجذور، ولا يحتوي على أنسجة وعائية. وأصبحت الصفات المشتركة للنباتات اللي وضعت تحت مملكة النباتات الثالوثية هي الصفات المميزة لتحت مملكة النباتات الثالوثية، أي أن أي نبات تتوفر فيه هذه المميزات يوضع تحت مملكة النباتات الثالوثية. أما بالنسبة لتحت مملكة النباتات ذات الأجنة، فوضع فيها النباتات اللي بتتشابه في صفات معينة تميزها عن النباتات الثالوثية، وأهم هذه الصفات هي أن هذه النباتات تتميز بأنها تكون أجنة حقيقية، والكثير منها يتميز جسمه إلى جذور وسيقان وأوراق حقيقية ويحتوي على أنسجة وعائية، لكن أهم صفة تجمعهم هي أنها تكون أجنة حقيقية. وأصبحت أيضا هذه الصفات الصفات المميزة لتحت مملكة النباتات ذات الأجنة. بعد كده مسك كل تحت مملكة وقسمها تبعا للاختلافات التي توجد بين النباتات التابعة لها إلى مجموعات تقسيمية أصغر اللي هي الديفيجنز، ووضع في كل ديفيجن النباتات التي تتشابه في صفات معينة تجعل بينها درجة قرابة أكبر من درجة القرابة التي تربطها بباقي النباتات التابعة للمجموعة الكبرى اللي هي السابقين جدًا. يعني أفراد الديفيجن الواحد هيبقى في بينهم تشابه في صفات معينة تخلي في درجة قرابة ما بين أفراد هذا الديفيجن تميزهم عن باقي الديفيجنز الأقسام التابعة لتحت المملكة. ثم جاء بعد كده وقسم كل ديفيجن إلى وحدات تقسيمية أصغر اللي هي الكلاسز أو الصفوف. كل كلاس وضع فيه النباتات اللي بتتشابه مع بعضها في صفات معينة تربطها ببعض الدرجة قرابة أكبر مما ترتبط به مع النباتات الأخرى التي توجد في نفس الديفيجن. ثم قسم كل كلاس إلى وحدات تقسيمية أصغر أوردر، ثم كل أوردر قسمه لوحدات تقسيمية أصغر اللي هي الفاميليز، والفاميليز قسمها إلى وحدات تقسيمية أصغر اللي هي الجينيرا أو الأجناس. طبعا كل جنس هيضم النباتات التي تتشابه مع بعضها في صفات معينة وترتبط مع بعضها بدرجة قرابة أكبر مما ترتبط به مع باقي الأفراد
اللي موجودين معاها في نفس الوحدة التقسيمية الكبرى اللي هي الفاميلي اللي بيتبعها هذه الأجناس. بعد كده كل جنس قسموا الوحدات تقسيمية أصغر اللي هي السبيشيز الأنواع، وكل نوع ضم النباتات التي تتشابه في معظم إن لم يكن كل صفاتها، أي توجد بينها درجة قرابة عالية جدا. من هنا بنلاحظ إن علماء تقسيم النبات قاموا بتقسيم المملكة النباتية إلى وحدات تقسيمية كبرى سب كينجدم، ثم كل وحدة تقسيمية منهم قسموها لوحدات تقسيمية أصغر اللي هي الديفيجنز، ثم الديفيجنز قسموا كل ديفيجن منهم إلى وحدات تقسيمية أصغر اللي هي الكلاسز، وكل كلاس له وحدات أصغر اللي هي الأوردر، ثم الأوردر قسموا إلى وحدات أصغر فاميليز، وهكذا حتى نصل إلى أصغر مجموعة اللي هي سبيشيز. وده اللي قصدناه في التعريف تقسيم النباتات أو الكائنات النباتية التابعة للمملكة النباتية إلى وحدات تقسيمية متدرجة، وكل واحدة منهم بتتميز بصفات معينة اللي هي صفات النباتات التابعة لها. بنلاحظ أيضا من خلال شرح هذا التدرج في التقسيم، أي تقسيم الكائنات النباتية التابعة للمملكة النباتية إلى وحدات تقسيمية متدرجة، إن كل لما بيقسم وحدة تقسيمية إلى وحدات أصغر بتكون درجة القرابة بين النباتات الموجودة في الوحدة الصغرى أكبر من درجة القرابة اللي بتربط النباتات دي بباقي النباتات الموجودة في الوحدة الكبرى. يعني لما بيقسم الديفيجن إلى كلاسز، فالنباتات اللي موجودة في كل كلاس كل صف بتكون درجة القرابة ما بينهم أعلى من درجة القرابة اللي موجودة بينها وبين النباتات اللي موجودة معها في نفس الديفيجن. وهذا ما يعرف بنظام التقسيم الطبيعي أو التقسيم التطوري اللي هو بيبنى على أساس درجة القرابة بين النباتات، ويوضح العلاقة التطورية بينها زي ما هنوضح بعد كده لما نتكلم عن نظم التقسيم. بالنسبة لتحت مملكة النباتات ذات الأجنة، فقلنا أهم الصفات اللي بتميزها أنها تكون أجنة حقيقية، وأن معظمها يتميز الجسم فيه إلى جذور وسيقان وأوراق حقيقية وتحتوي على أنسجة وعية، لكن الصفة الرئيسية اللي بتميزها أنها تكون أجنة حقيقية. والعلماء قاموا بتقسيم تحت مملكة النباتات ذات الأجنة إلى وحدات تقسيمية أصغر اللي هي الديفيجنز، تبعا للاختلافات التي توجد بين النباتات ذات الأجنة. فلاحظوا أن في مجموعة من هذه النباتات رغم أن هي بتكون أجنة حقيقية لكن فيها صفات مشابهة للنباتات الثلاثية، من حيث أن جسم النبات فيها لا يتميز إلى جذور أو سيقان أو أوراق حقيقية ولا يحتوي على أنسجة وعية، يعني عبارة عن ثالوث. لكن بتختلف عن النباتات الثلاثية لأنها بتكون أجنة حقيقية، ولذلك وضعت في تحت مملكة النباتات ذات الأجنة. هذه المجموعة هي الحزازيات، فتم وضعها في ديفيجن خاص هو ديفيجن بريوفيتا أي قسم الحزازيات. باقي النباتات ذات الأجنة لاحظوا أن معظمها بيتميز الجسم فيها لجذور وسيقان وأوراق حقيقية زي ما قلت، وبتحتوي على أنسجة وعائية، لكن في مجموعة منهم بتحتوي على أنسجة وعائية بدائية. المجموعة دي تعتبر النباتات الأولى اللي بدأ يظهر فيها الأنسجة الوعائية ويتميز الجسم إلى جذور وسيقان وأوراق حقيقية، يعني أصبحت مؤهلة للمعيشة على اليابسة لأن الجسم فيها تميز إلى جذور وسيقان وأوراق حقيقية، فتستطيع أن هي تعيش على اليابسة تثبت نفسها بالجذور وتمتص بها المية والأملاح، والأوراق تقوم بعملية البناء الضوئي وتجهيز الغذاء العضوي، والأنسجة الوعائية اللي اتكونت فيها تقوم بنقل المية والأملاح من الجذر إلى الأوراق، أما الغذاء العضوي اللي بيتم تجهيزه في الأوراق فيتم نقله عبر الأنسجة الوعائية من خلال نسيج اللحاء إلى باقي أجزاء النبات. فهي التركيبها ده أصبحت مؤهلة للمعيشة على اليابسة، ويعتقد علماء التطور إن دي أول مجموعة من النباتات غزت الأرض. فعلشان هذه النباتات هي أول مجموعة ظهرت فيها الأنسجة الوعائية وظهرت بحالة بدائية، فاصطلحوا على أنهم يسموها النباتات الوعائية الأولية، ووضعوها في قسم خاص بها اللي هو ديفيجن تريدوفايتا اللي بنسميه بالعربي قسم التيريديات أو النباتات الوعائية الأولية، نسبة إن هذه المجموعة من النباتات هي أول مجموعة ظهرت فيها الأنسجة الوعائية وكانت بحالة أولية، وبيسموها أيضا بالصرخة
الفسفسيات او النباتات الوعائيه اللابذريه. يبقى المجموعه دي من النباتات بتتميز بان الجسم تميز الى زور وسيقان واوراق حقيقيه. الحاجه الثانيه ان ظهرت فيها الانسجه الوعائيه ولكن كانت في حاله بدائيه، تكون اجنه حقيقيه اكثر تطورا من الاجنه اللي بتكونها الحزازيات، تتكاثر بواسطه الجراثيم، ولها صفات اخرى عديده هنتعرف عليها لما ندرس هذه المجموعه بالتفصيل. اما باقي النباتات ذات الاجنه فكانت هي اكثر النباتات ذات الاجنه رقيا وتطورا، حيث يتميز الجسم فيها الى جذور وسيقان واوراق حقيقيه واكثر تطورا من باقي الاجنه، وتحتوي على انسجه وعائيه اكثر تطورا من الانسجه الوعائيه اللي توجد في النباتات الوعائيه الاوليه، بالاضافه الى انها تكون اجنه حقيقيه، والاجنه التي تكونها اكثر تطورا من باقي النباتات ذات الاجنه، حيث يتكون الجنين من محور جنيني ينتهي من اعلى بالريشه ومن اسفل بالجزير، ويتصل بعدد من الفلقات بتختلف باختلاف النباتات، بالاضافه الى ان هذه المجموعه تميزت بانها تتكاثر بواسطه البذور، لذلك وضعها العلماء في مجموعه خاصه او في ديفيجن خاص، واطلقوا عليه اسم قسم النباتات البذريه ديفيجن سبرماتو فايتا. ثم قام علماء تقسيم النبات بعد ذلك بتقسيم كل ديفيجن من الديفيجنز التابعه لتحت مملكه النباتات ذات الاجنه الى وحدات تقسيميه اصغر اللي هي الكلاسز او الصفوف، وكل كلاس قسموه الى وحدات اصغر اللي هي الاوردر، ثم كل اوردر الى فاميليز، وهكذا حتى اصغر مجموعه اللي هي السبيشيز، بنفس الطريقه وبنفس النظام اللي تم في تقسيم النباتات التابعه لتحت مملكه النباتات الثالوثيه. فمثلا بالنسبه لديفيجن سبرماتوفايتا اللي هو قسم النباتات البذريه، لقوا ان في مجموعه من هذه النباتات بتتميز بانها تكون بذورها مكشوفه على سطح الورقه الكربليه، يعني البذور بتكون عاريه، ده بالاضافه الى صفات اخرى بتميزها عن باقي النباتات البذريه. فوضعوها في وحده تقسيميه صغرى اللي هي كلاس جيمنوسبيرمي، صف النباتات عاريات البذور، نسبه الى انها تكون بذورها مكشوفه على سطح الورقه الكربليه. المجموعه الثانيه وجدوا ان هي بتكون بذورها داخل تركيب محكم ومغلق اللي هو الغلاف الثمري، وبتتميز برضو بصفات اخرى تميزها عن النباتات عاريات البذور، فوضعوها في كلاس خاص بيها سموه صف النباتات مغطاه البذور كلاس انجيوسبيرمي، وبيطلق عليها ايضا اسم النباتات الزهريه نسبه لان هذه النباتات اي مغطاه البذور هي المجموعه النباتيه الوحيده التي تكون الازهار بتركيبها المعروف. بعد كده هيمسك كل صف من الصفين دول ويقسمه الى وحدات تقسيميه اصغر، وكل واحده يقسمها لوحدات اصغر فاصغر حتى نصل الى اصغر وحده اللي هي السبيشيز، اي النوع اللي هو الوحده التقسيميه الصغرى، واللي هو وفقا لنظام التقسيم الطبيعي او التطوري اللي بيبنى على اساس درجه القرابه هيضم النباتات اللي هي بتتشابه في معظم ان لم يكن كل صفاتها، اي النباتات اللي هي بترتبط مع بعضها بدرجه قرابه عاليه جدا. اظن كده بقى واضح مفهوم علم تقسيم النبات، ان هو علم بيختص بتقسيم الكائنات الحيه النباتيه الى مجموعات او وحدات تقسيميه متدرجه ومتميزه، متدرجه يعني بتبدا بوحدات تقسيميه كبرى، وكل واحده من الوحدات الكبرى اللي هي الديفيجنز مثلا بتتقسم الى وحدات اصغر وهي الكلاسز، وكل كلاس بيتقسم الى وحدات اصغر اللي هي الاوردرز، ثم كل اوردرز يقسم الى وحدات اصغر اللي هي الفاميليز، وهكذا حتى نصل الى السبيشيز اللي هي اصغر وحده تقسيميه، ده المقصود بالتدرج. اما متميزه فيقصد بها ان كل وحده تقسيميه من هذه الوحدات بتضم النباتات التي تشترك في صفات اساسيه معينه بتميزها عن باقي المجموعات، وهذه الصفات بتعتبر صفات مميزه للوحده التقسيميه اللي بتضم هذه النباتات. هذا التقسيم بيتم وفقا لنظام تقسيم معين، يعني العلم بيختص بتقسيم النباتات التابعة للمملكة النباتية إلى وحدات تقسيمية متميزة ومتدرجة وفقا لنظام تقسيم معين بيقوم على أسس معينة
بحيث يوضح صلة النسب وأواصر القرابة بين النباتات ويمكننا من حصر الكائنات النباتية المعروفة ووضع النباتات التي تتشابه في صفات معينة أي توجد بينها درجة قرابة في مجموعة تقسيمية واحدة تميزها عن باقي النباتات، علاوة على أنه هيسهل علينا التعرف على أي نبات ووضعه في المجموعة التقسيمية التي تتفق مع صفاته، وأيضا كتابة التدرج التقسيمي أو التسلسل التقسيمي لهذا النبات، يعني أكتب الوحدات التقسيمية المتدرجة التي ينتمي إليها هذا النبات اللي هي صفاته بتتفق معها. فأبدأ الأول بكتابة المملكة النباتية، بعد كده أبدأ بكتابة الوحدة التقسيمية الكبرى اللي هو بينتمي إليها هذا النبات اللي هي بنسميها السب كينجدم، ثم أكتب الوحدة التقسيمية الأصغر من السب كينجدم التي تتفق معها صفات هذا النبات وهي الديفيجن، ثم أكتب الوحدة التقسيمية الأصغر من الديفيجن اللي بتتفق معها صفات النبات وهي الكلاس، وهكذا إلى أن أصل إلى أصغر وحدة تقسيمية وهي السبيشيز. أتمنى أن العملية كده تكون وضحت بالنسبة لكم وضوح جيد، لكن قبل ما انتقل لنقطة أخرى أحب أن أنا ألفت انتباهكم إلى أن التقسيم اللي أنا شرحته ده كان بناء على التقسيم القديم اللي اتقسمت فيه الكائنات الحية إلى مملكتين، هما مملكة النبات ومملكة الحيوان، وكانت المملكة النباتية وفقا لهذا النظام في تقسيم الكائنات الحية بتضم الطحالب الخضراء المزرقة والبكتيريا والطحالب بأنواعها المختلفة والفطريات اللي هي أطلقنا عليها اسم النباتات الثانوسية، بالإضافة إلى الحزازيات والنباتات الوعائية الأولية والنباتات البذرية. لكن مع تطور نظم تقسيم الكائنات الحية حتى وصلت في أحد هذه النظم إلى 5 ممالك هي مملكة البدائيات ومملكة الطلعيات ومملكة الفطريات ومملكة النبات ومملكة الحيوان، تغير مفهوم المملكة النباتية وأصبحت تضم فقط الطحالب بأنواعها المختلفة والحزازيات والسرقسيات والنباتات البذرية. وبناء على ذلك تم إعادة تقسيم الكائنات التابعة للمملكة النباتية واتلغت حاجة اسمها السب كينجدم، وأصبحت المملكة النباتية بتقسم إلى وحدات تقسيمية كبرى هي الديفيجنز، يعني الديفيجن بيكون هو أكبر وحدة تقسيمية في التقسيم بتاع المملكة النباتية وفقا لنظم التقسيم الحديثة، وكل ديفيجن بيقسموه إلى وحدات أصغر اللي هي الكلاسز، وكل كلاس بيقسموه لوحدات أصغر اللي هي الأوردرز، ثم كل أوردرز بيقسموه إلى وحدات أصغر اللي هي الفاميليز، والفاميلي بيقسموه لوحدات أصغر اللي هي الجينيرا أو الأجناس، وكل جنس بيقسموه إلى وحدات أصغر للسبيشيز. فوفقا لنظم التقسيم الحديثة بتكون أكبر وحدة تقسيمية في المملكة هي الديفيجن وأصغر وحدة هي السبيشيز. فأصبحت المملكة النباتية حاليا بتضم الطحالب 7 أقسام والحزازيات 3 أقسام والنباتات الوعائية الأولية أو السرخسيات 4 أقسام وعاديات البذور وضعها 4 أقسام والنباتات مغطاة البذور أو النباتات الزهرية وضعها كلها في قسم واحد، وبيتم تقسيم كل قسم من هذه الأقسام بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها قبل كده إلى وحدات تقسيمية متدرجة ومتميزة بتنتهي بالسبيشيز اللي هي أصغر وحدة تقسيمية. وأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضرة، وإلى أن ألقاكم في جزء آخر أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.